طبعا احنا بعد التطرق لاوجه الفرق بين كل من الوساطه العقاريه والتسويق العقاري، فان السؤال هون اللي بيطرح نفسه، هل يمكن ادماج المهنتين مع بعض لتحقيق اهداف ونتائج اكثر قوه؟ وهل يمكن اعتماد الوساطه العقاريه كاسلوب من اساليب التسويق العقاري الحديث؟ طبعا بالرغم من ان مفهوم الوساطه العقاريه وجد قبل ايجاد وابتكار مفهوم التسويق العقاري، لانه بتعميق النظر في المهام لكل من المفهومين نجد أنهما يتكملان بعضهما البعض، ويفضل أن يكونا مع بعض، يفضل أن اندماجهم مع بعض، ولكن يفتقر إلى الحال إلى الكفاءة الكاملة من الطرفين، من جهة كوساطة عقارية، ومن جهة الإلمام بالتسويق العقاري. طبعا الشخص الذي يقف خلف وسائل التواصل الاجتماعي لعرض المنتجات العقارية، مسوق أم وسيط، هو وسيط ومسوق في نفس الوقت، بحيث لا يمكن الفصل بين والتمييز بينهما. فالمطور التكنولوجي والتطور التكنولوجي واتساع دائرة استخدام الأجهزة الذكية فرض نفسه في على مجال الوساطة العقارية كغيره من المجالات والقطاعات الأخرى، وأصبح لزاماً على الوسطاء استعمال التسويق لتسويق منتجاتهم العقارية وعرض خدماتهم المختلفة. وبناء على هذا المفهوم، فإن الوسيط والمسوق العقاريين يستخدمان وسائل التواصل الاجتماعي نفس الأغراض والأهداف، لذلك فإن كل من المسميين يمثلان نفس الشخص الذي يؤدي نفس المهمة، وهي التسويق بشكل عام.